الخوت راه بدا الماتش، الخوت الماتش راه بدا، بدا الماتش تنفرجوا بالماتش بالراد ديالي. الناس جا الناس ديال الجزائر تحية من هاد المباراة، يلا نمشيو نتفرجوا بالماتش. السلام عليكم، معكم الفومبا بلوك فيديو جديد. اليوم هو اهم حدث في التاريخ ديال الجزائر. اليوم غيتلعب الماتش، غنتفرجوا فيه هنا في المحل. اليوم حبسنا الخدمه كامله وحبسنا الخدامه حبسنا كلشي باش نتفرجوا في الماتش ديال الجزائر. اليوم فيفا الجيري. المهم تحيه من هاد المبر للناس ديال الجزائر. المهم غنتفرجوا في الماتش ونشوفوا مربوحه ان شاء الله. غنضرب عليها واحد الفال بلاتي بلاتي. هادو هو الخوت، كاس افريقيا للجزائر. المهم الخوت بقاو معنا باش تشوفوا اليوم الجزائر، اليوم الناس ديال الجزائر ما تنساوش تابونا معنا في هذه القناه هذه اللي هي الفومبا بلوك، وشد عليك من عندك عرفتي كيفاش، ديك البطونه اللي تحت عرفت كيفاش تفرق عليها. اش قال لك التقرب؟ نتيجه ديال هذا الماتش باين داكشي من الاول، راه ديال الجزائر دابا خصني ندير واحد الزيرو اش بيتي دور مجموعه وتاريخيا تاريخيا راه الجزائر هي احسن من السنغال، واليوم ان شاء الله لا التوفيق ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. المنتخب الجزائري هو هاد المباراه تخلصوها على الشعب الشقيق الجزائر والجار المغربي كيان وصل حنا كنتفرجوا على المحل بيسي ماشي من القوى المحل نص ديال السجن على ارض مصر على ارض الفرعين، لان الشعب الجزائري وصل المنتخب الوطني ديالهم كيستاهل غيفرحونا ان شاء الله غيفرحونا ان شاء الله غيفرحونا غيفرحونا ولكن حتى شي يوم كبزاف اسمع دول انتما دول طابور ما عطيتش
كيفاش شحال الجزائر كاينين المهمه حيتنا جسمة من هذا المنظر اجبتو واحد الاظلام ديال البومبرا بلو كانت عليه وزارة ما نجاش وزارة صنع ديال لي قبلي الناس ديال الجزائر تحية المنتخب الجزائري على هذا الفوز بالكأس إفريقيا للأمم. الله إلا فرجتونا حق الله العظيم تحية لما دارونا لما درناش حنايا درتو نتوما. المهم تحية لكم كتستاهلوه ولعبتوا مزيان ومن أول بطولة من أول ماتش ديال البطولة فرحتونا وكتلعبوا مزيان تحية لكم. المهم أخو كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تنساوش ديرو لايك شي لايك وما تنساوش تابوناو ديال الجزائر ما تنساوش تابوناو معنا في القناه هذه اللي هي والتعليقات بلاص تعليقات والخوت راه كاين شي حوايج كنلوحو في الانستغرام دخلوا عندي الانستغرام حتى هو ها هو. المهم ما تنساوش الخوت تابوناو في القناه. السلام عليكم الخوت. هذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا. تشاو.